في ريكاب ميدي حتى لساعتين اليوم. نذكركم بعد شوية بشكون معنا السادة النواب الجدد في البرلمان المقبل قبيل أيام فقط على أداء اليمين وتسلم المهام البرلمانية. خلينا نحكي معهم بأكثر تفاصيل جوست بعد شوية. أما قبل كل شيء خلينا نرجع على أبرز التصريحات اللي صارت البارح تدسويت في زابينك. زابينك نجلة، شنو عنا اليوم في زابينك؟ زابينغ نبدأ بوزير الداخلية توفيق شرف الدين اللي قال أمس في تصريح إعلامي على هامش زيارته إلى مدينة بنغردين بمناسبة تحية الذكرى السابعة لمحمد 7 مارس إنهم يعرفوا صدق رئيس الجمهورية قيس سعيد لكنهم لا يريدون إنسانا صادقا وطنيا وفق تعبيره. أين الوطنية؟ أين المصداقية؟ أين الشرف؟ أين الحياة؟ ناس يخذوا بلطوات يغالطوا يكذبوا على الشعب يغالطوا فيه يعرفوا الحقيقة. تعرف ربي شكون في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفوا الحقيقة، يعرفوا صدق عديد العديد المسؤولين تو الموجودين ويعرفوا صدق سيد رئيس الجمهورية ولكنهم لا يريدون إنسان صادق. لا يريدون إنسان الوطن لأنه ما ساعدهمش شنو رأيك؟ هما ناس يبيعوا ويشريوا كيلقاو إنسان ما يبيعش وما يشريش ما ساعدوش قلبوا الناس الكل. كما يقول السيد الرئيس تم دحره هنا ملي كان حزب واحد مره اخرى كان يعني في شعار واجلال اصبح هنا رجال بلد واحد والخلود والمجد رجال اعلام فما امكانيه صار فيه في رجال اعمال مرتزق رجال اعمال باعوا الوطن شكون اوفياء نقابين باعوا الوطن في اعتقاد احزاب باعوا الوطن ندخل السياسيه هي نكبه سياسيه تفسر القران حالفوا جميعا ضد الشعب التونسي من باب الوفاء للشهداء. ودعا وزير الداخليه للالتفاف حول رئيس الجمهوريه قيس سعيد وتبين التفوا حول السيد الرئيس انها حرب ضروس انها حرب ضروس انها حرب ضروس لا بد ان يقف مع السيد الرئيس من اجل الانتظارات افضل. وأكد زيد توفيق شرف الدين ضرورة الكشف عن من كان وراء دخول الإرهاب إلى تونس ومن قام بالضغط على الإرهابيين ومن قام بحمايتهم قانونيا أو قضائيا ومن تسطر عليهم. ما نجبوش نحقوا الانتظارات. من غطى على الإرهابيين؟ المنطلقات. من حمى الإرهابيين؟ الناس الكل قانونيا أو قضائيا الحقيقة. من تسمن عليه كان وراء من الإرهاب إلى تونس؟ أزل لهم سيطرة إعلامية. من حمى الإرهابيين؟ قانونيا أو قضائيا؟ لابد أن نجاوب عليها. من تسطر عليه؟ أصدر لها أسئلة إعلامية جابتها من مولى واضح في أسئلة الشعب التونسي جاوبوا عليها ويدركوا كل شيء. حب نأكد وناضج ولم يعد في حاجة لأي وسائل إعلام ربما باش تزيدوا معلومات الشعب التونسي لأنه فما ناس يدركوا كل شيء. شعبك الأمانة وناضج فما ناس ولم يعد في حاجة لأي وسائل إعلام غاب الحياة عن وجوهه معلومات فما ناس لا تعرفوا معنى الأمانة فما ناس لا تعرفوا معنى الوطنية فما ناس بكل قيم غاب الحياة وعن وجوهه شكون نهب العام في تونس فما ناس لا تعرفوا معنى تنتظر وتنتظر وتنتظر تجرب كل قيم والمناطق في بنغردين. خطاب وزير الداخلية من بنغردين هكا كانت أبرز التصريحات البارح. تقريبا جمع الناس الكل في سلة واحدة، رجال أعلام، رجال أعمال، مرتزقة، باعوا الوطن إلى غير ذلك. خطاب قريب جدا ويتماهى مع خطاب رئيس الجمهورية في الوقت اللي وزير الداخلية كالعادة مؤسسة يهمها تونس الكل في خدمة التوانسة الكل. المفروض خطاب مطمئن زاد للتوانسة في ذكرى نحكي فيها على مخاطر إرهابية. كنا تجاوزنا هذا الكل بالالتفاف حول بعضنا البعض، معناها هو الوحدة الشعبية وكل هي اللي خلتنا نخرج من أزمات الإرهاب. قراءتك لخطاب وزير الداخلية البارح سي فتحي. شكرا. بالنسبة للتصريحات معناها السيد وزير الداخلية ونحن نكن له كل الاحترام والتقدير، منطلق نتاعو حاجتين لازمنا نذكره. أولا الولاء التام للرئيس قيس سعيد وهو كان أدار الحملة نتاع الرئيس معناها في مدينة سوسة. اثنين موقعه يسمح له بالاطلاع على كل وزير داخلية، تعرفش تقول وزير داخلية معناها شقيقة ورقيقة كل ما يقع في كامل تراب الجمهورية إلا ويكون على علم به وعلى أدق الأمور بذلك الشأن. من منطلق هذه نتصور اللي هو يتبنى فكرة المنظومة الفاسدة بالنسبة ليلو، خاطر اطلع على برشا حاجات ربما ملفات ربما بالنسبة ليلو المنظومة فاسدة. هو شنو معناها توا بالنسبة لرجال الأعمال بالنسبة للإعلاميين راهو ثم الغث والسمين معناها ولا هو ما قالش بالتنسيب، لو كان نسب ممكن
ممكن نقولوا احنا فما في كل قطاع، فما الباهي والخايب، وربما هو وزير داخليه مطلع من خلال الموقع نتاعو على بعض الملفات وبعض الامور، ولكن لم ينسب الوزير. مو في الكلمه ذيك هو معناها تحمى، فما متحمس الى درجه كونه معناها، لكن مو نقراه بين السطور. هو كيقول معناها كنا نعاني معناها من حزب واحد، توا لوبي واحد، معناها هو في اطار اللوبي، معناها شو اللوبي شيش موجود فيه. ما انا قلنا ديما نقولوا تلقى فيه رجال الاعمال وتلقى فيه رجال المال وتلقى الاعلام، هذوما ثلاثه حاجات ضروريه، فهمتني حسيلو؟ هذا نتصور هذا شو يقصد، وان شاء الله ان شاء الله يكون هذا شو يقصد، لان ما نتصورش كونه معناها من بين رجال الاعمال ومن بين الاعلاميين ومن بين معناها نخب اللي موجوده في في الدوله. بالعكس هذيك مكاسب، فما مكاسب كبيره معناها اللي يغبطون عليها برشا معناها دول اخرى. معناها تونس تسخر وتعج بالكفاءات وبالنخب وبالناس اللي بصراحه تامه. ما نتصورش كان هو معناه في 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 الشيء اللي يقصده في المقصد نتاعو كونه معناه يلم الناس الكل، لكن في اطار اللوبيات هذه. معناه هو وزير داخليه في إطار يعرف شو يقول بالكدا، في اطار اللوبيات وفي اطار حاجه اخرى. فما حاجه مشتركه زاده بين خطاب وزير الداخليه وخطاب رئيس الجمهوريه، يحكي على البلاتويت كلاهما في تصريحاتهم ديما يحكيوا على الناس اللي تتكلم في البلاتويت. الحرب، رئيس الجمهورية في عدة خطابات يقول في حرب تحرير وطني، البارح وزير الداخلية قال في حرب ضروس، ثلاث مرات كررها حرب ضروس ولا. حرب ضروس. هل معجم هذا سي فتحي؟ كيفاش نجمو نفهمه يعني؟ المرحلة هل تقتضي هذا الخطاب اليوم، المرحلة اللي قاعدين نعيشوا فيها في ظل دعوات اليوم من مختلف الأطراف للحوار، للتهدئة، للطمأنة؟ بالنسبة كيف يحكي على البلاتويت معناها والمواد الحوار هذه والبرامج معناها اللي تحكي تعنى بالشأن العام وشنو يقصد، بدرجة أولى معناها الناس المتسيسين، معناها الناس المتسيسين المجتمع السياسي كما نقولوا، الناس المتسيسين ورؤساء الأحزاب والناس اللي ينتميوا الأحزاب. فما حاجة أخرى ساعات في مسائل أخرى كما اقتصادية وكذا يجيبوا خبراء، الخبير معناها يدلي برأي بحكم اختصاصه، لكن بالنسبة يقصد هو خاصة في المجتمع السياسي. يقول لك سياسيين، بالنسبة ليلو السياسيين رام فاسدين، بالنسبة ليلو رام السياسيين معناها كل المنظومة ذيك والأحزاب، يقصد بها الأحزاب السياسية، كل الأحزاب السياسية معناها في سلة واحدة، راهو ناس هانو قال لك معناها خونة وناس باعوا الوطن وناس باعوا كذا وناس، فهمتني؟ معناها وضمنيا معناها يلزم معناها تطالهم يد العدالة والقضاء والمحاسبة، وكل من أخطأ سيحاسب. هذا شو يقصدي طبعا. مواصلين سهام في موضوع الاحتفال بالذكرى السابعة لمحمد بن جردين، ونلقاو الرئيس السابق لوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي، قال في حضوره في برنامج على القناة الوطنية أنه تنظيم داعش الإرهابي كان يخطط للسيطرة على بن جردين والتوسع إلى الجنوب الشرقي التونسي. الجغرافية اللي اختارتها داعش هي باعتبارها منطقة حدودية، حسبوا حساب هما، أولا هي باش تكون نقطة مرور من وإلى ليبيا لتونس، عندك مراكز تدريب في ليبيا زاد قبل ما تمشي توصل للعراق وسوريا، الواحد مخيمات تاع تدريب في ليبيا، حسبوا حساب طلع مش صحيح، منطقة حدودية قائمة على التهريب، سلطة الدولة فيها ضعيفة شوية، ماهيش متمكنة منها، ماهيش كذا، معناتها براتيكمون العباد وضعيتها معروفة بن قردان، معناتها متسمية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي نتاعها، تقوم على التهريب، تعيش من التهريب، كي تقول تهريب تقول دولة ماهيش مسيطرة غادي، هذا حسابهم هما. كلام زاد السيد العميد معناتها كي اشار لل حسابهم غلط، علاش حسابهم غلط؟ اولا ثم نقطه اخرى، هما خذوا شويه استسهلوا الحاله الامنيه اللي وقتها رايجه، يقول لك وقتها معناتها البريود هذيك فما وهن امني، ضعف امني وتعب.
دونك كان حكايه زاده على انه اللحمه اللي كانت وقتها بين القوات الامنيه والقوات العسكريه هي من بين العوامل اللي ادت الى نجاح يعني القواتنا الامنيه والعسكريه في القضاء على الارهابيين وهذه المحاوله الارهابيه. وقال بانه فما تنافس كما في كل سلك في تلك المعركه، وكانه تم التخلي على هك التنافس هذاك، وبالتالي هذاك عامل من عوامل اكل العمليه الامنيه اللي سميت فيما بعد بالملحمه. فعلا هو حب يقول معناها، وإنسان مطلع باعتباره معناها مختص في مسألة مكافحة الإرهاب، تقديرات اللي عملوها هما معناها ما قبل ما يقوموا بالعملية راه مش سهلة، يدرسوا الوضع من جميع الجوانب معناها جغرافيا واستراتيجيا، وشوفوا معناها أمنيا معناها فهمتني، وحتى الوضع الاجتماعي اللي موجود في المنطقه، خاطر بن قردان معناها الى يوم الناس هو حقهم يعتنيوا بها. نفتح قوس معناها راهو قد ما تكون بلاد فيها تنميه وفيها استقرار وفيها واحد، قد ما تكون امنه حتى من حيث معناها الاعتداءات هذه الارهابيه وكل شيء. تحب انت تطمنها معناها تطمن عليها، ضمنها انت، ضمنها بالكدا، ضمنها كما قفصه قبل ما صارت فيها وقت تدخل نتاع ليبيا. انت كمنطقه بخلاف اللي بالامن وبخلاف الجيش وبخلاف كذا، او احسن امان لي لها كذا اللي فما تنميه غادي، وثم ناس معناها فما تشغيل وثم كذا وثم حسيله واضح. هذيك تقديرات غالطه هو قال، وهذيك من بين العوامل اللي خليت معناها تفشل العمليه. ثم حاجتين نحب نقولهم معناها في العمليات، هما بارك الله فيهم وملحمه باتم معنى الكلمه، ووزير الداخليه نحب نقولها الحقيقه كلمه رزمان اللي ختم الكلمة نتاعو بحاجة باهية، قال يلزم نستلهموا معناها من المواقف البطولية ومن الوقفة الحازمة نتاع أهالي بن قردان، ما معناها يقوي فينا نخوة واعتزاز الانتماء إلى هذا الوطن العزيز. النقطة الأخرى قلت لك هذه هامة وهامة جدا، هذه وقت اللي صارت حكاية قفصة جبدت معناها، راهو عندنا اتفاقيات سوبوزون العملية تطورت لا قدر الله، لا قدر الله وخذاو بلايص أخرى وكذا وتوسعوا وما نجموش يقضيوا عليهم خاطر هي قعدت ثلاثة أيام الحكاية راهو فهمتني، فما عندنا اتفاقيات هامة وهامة جدا هذه فهمتني، هي عندنا اتفاقيات دفاع مشترك مع دول معناها مع فرنسا عندنا ومع يعني نثبت وقتها في ومع امريكا خاطر الافريكوم موجوده هنا، وثم اتفاقيات دفاع مشترك مثلا في وقت قفصه، وقتها فرنسا اعلنت رسميا كونه كانوا مستعدين لا قدر الله وكانت تطورت الامور اكثر تتدخل فرنسا معناها عسكريا لنصر تونس. واضح به نكملوا معك نجم. مواصلين في زابينغ ونلقاو كشفت المحامية دليلة مصدق أمس عن حقائق ومعلومات متشابكة في علاقة بالإيقافات الأخيرة التي شملت نشطاء في المجال السياسي وفاعلين من عالم المال والأعمال، بالإضافة إلى منوبها مدير إذاعة موزايكا فام نور الدين بوتار. وأكدت مصدق خلال حضورها في برنامج على جوهرة فام أنه تم التحقيق مع نور الدين بوتار استنادا على تقارير أمنية، كما تم الاتصال بأحد البرامج بإذاعته حسين الخط على حد قولها. حتى وثيقة هاني نقولها وعلى مسؤوليتي وهزوني للحبس إذا أنا نكذب، إذا ثم ورقة واحدة في ملف نور الدين بوتار تدينه حتى بشبهة صغيرة، حتى كان عنده مليم دولار اطلاق ادخل في كونت موزايك ولا في كونت هو والقاوة، أنا مستعدة نمشي السجن من أجل بث الإشاعات. نمشي ولا كيف ما القاوة نمشي في هذيك؟ متوقع معناتها صدور البراءة في حق نور الدين بوتار؟ لا مش متوقع. علاش؟ القضاة عندهم تعليمات باش يحطوهم في الحبس، فهموها هذيا. تعليمات القضاة عندهم تعليمات صارمة. من السلطة الحاكمة، من شكون؟ من يانا؟ أنا عندي قدرة عليهم، ما هو اللي يتحكم فيهم واللي يتحكم في أرواحهم. يا أخي القاضي التحقيق نتاع المكتب 24 اللي خلى حطاب. لكن هذا كلام خطير دليلة مصدق تتحدث فيه. مش خطير، لا هذا قالوا المحامين الكل. هذايا أنا شفت في التحقيقات. شفت قضاة مرتبكة. شفت قضاة متأسفة، شفت دموع نتاع قضاة راني. دموع. أي. بكاو. شفت ارتباك. في موضوع نور الدين ولا تحكي على المواضيع عموما؟ في الكل. نحكي في الدوسيات اللي أنا حضرت في السماعات نتاعهم، ما شفتش قاضي واحد غزرنا في عينينا وبكل ثقة في النفس أصدر بتقديدها.
التسجيل اللي كنا نسمعوا فيه هذا هو اللي مصدق اللي قالت مش متوقع صدور البراءة في حق نور الدين بوطار، لأنه القضاة عندهم تعليمات باش يحطوهم في الحبس وفما تعليمات من السلطة الحاكمة. لكن توا خلينا نسمعوا التسجيل اللي قالت فيه أنه فما استنادا إلى تقارير أمنية تم الاتصال بأحد البرامج بإذاعة مزيكا فيم لتحسين الخط التحريري. حكمة سياسية، الغرض هو سكات صوت المعارضين الآن حتى يخلوا الجو للسلطة الحاكمة وتعملش تحب من غير ما تبدا حتى حد ينقلها. ما هو على خاطر مزيك عنده مشكلة زادة مع ميدي شو وتم الاتصال بيه ألف مرة باش يحسن خطه ما حسنش خطه. دونك كيفاش نجمو نفهموا سي فتح اليوم خطاب رئاسي من رئيس الجمهورية تحدث على احترام الإجراءات، على الحقوق، على الحريات، على التواطؤ، على التآمر، على أمن الدولة وما إلى غير ذلك، ومتأكد من الأدلة، يقول فما أدلة ثابتة. في المقابل كيف نسمعوا هذه التصريحات من محامية لعدد من الموقوفين في القضايا الأخيرة، وخاصة زاد هي محامية مدير عام إذاعة موزايك فيم، وتقول بأنه قالوا لهم حسنوا الخط. فعلا فعلا، وهذه ما قلناها معناها الملاحظه ابداها مباشره وقت لاحد الصحفيين في الموزايك فيم وقتها في الاختتام في جربه. قالوا كريمون، قالوا معناها فهمتني، خاطر يعتبر كونه بالنسبه للميدي شو خاصه معناها معاديه الى ابعد الحدود، ما فيهاش مثلا موضوعيه ولا في في المحتوى نتاع في توصيف الاحداث ولا في مناقشه معناها المستجدات وكل شيء، يقول لك معناها فيها انحياز مطلق معناها الاطراف اخرى وضد رئيس هو يراها هكا بالطبع. ورئيس الجمهوريه راه ديما انا قلت فما حكايه المؤامره موجوده راه في 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 فكر رئيس الجمهوريه، المؤامره موجوده والنوايا السيئه موجوده، وحتى مش تآمر على امن الدوله حتى على شخصه هو بالذات معناها فهمتني، تكوين وفاق لتغيير هيئة وهذه جرائم معناها في حد ذاتها راه مش معناها بالضرورة معناها مش تثبت الإدانة ولا حاجة، هذيك تثبتها الأبحاث وديما نقولوا معناها، لكن هي كجرائم في حد ذاتها معناها راه بالطبيعة المتهم فيها ولو حتى في إطار الشبهة مازال وكل شيء يقع إيقافه، هذا مما لا شك فيه. ثم أمور أخرى دخلت في الخط وذيك يلزمها الحقيقة معناها الإنسان ما يبتش فيها ولا يعطي رأيه فيها وكل شيء، هي حكاية الجزائر داخلة في الخط في العملية هذه بطريقة أو بأخرى. يقولوا معناها ثم لوبي قاعد يتشكل فهمتني قريب من فرنسا، ونظرا للمشاكل الموجودة حاليا بين الجزائر وفرنسا اللوبي ذاك غايته معناها بخلاف محاولة هذه للتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الحكم معناها في تونس، هو يشكل نوعا ما قلق للجزائر، هذه يلزم معناها التثبت فيه خاطر أمر الحقيقة تولي أمور أخرى معناها وتولي معناها مسائل خطيرة جدا، وديما نرجع لنفس الشيء راهو باش نحن نكونوا هذا الشيء المتداول راهو فهمتوا في عادي، وقالوا رضا بالحاج راهو في في حوار وكل شيء معناها قال موجود، وفما مكالمه وقعت حتى بين الرئيسين معناها بالرئيس الجزائري والرئيس التونسي. على كل حال احنا نقول وخصو كل شيء يتم واللي عمل اللي يتحمل مسؤوليته، لكن ديما كثلاث حاجات هذيك قرينه البراءه واحترام الاجراءات، قضاء عادل باش ما نقولوش كيما هكا توا اخت محاميه معناها محترمه تكون قضاة بعينيهم تدمع وكل شيء وركزت عليها زاد خاطرك الشعور بالضيم وبالغبن وبالواحد راهو مش باهي ينعكس معناها بالسلب على المنظومه القضائيه ككل فهمتني، قضاء عادل ومستقل وخدم خدمتك. واضح باهي سي فتحي. اليوم وقت اللي نسمعوا هذه التصريحات لعدد من المحامين يقول قضايا سياسيه والى غير ذلك، واحنا مقبلين على تركيز البرلمان، وهذا ممكن سؤال نختم به يعني زابينغ لليوم، هل تشهد هذه القضايا تطورات ربما بعد تركيز مجلس نواب الشعب؟ والله يعني قلتها كالنهار بتفديك معناها قلت ممكن ياسر يقع اطلاق سراحهم بعد تركيز مجلس نواب الشعب، لان من بين الاسباب هنا حسب ما شفنا السيد الرئيس وقت اللي وقت عمليه اصلاح المنظومه القضائيه معناها وقف وقتها السيد نور الدين البحيري معناها وحطه في الاقامه الجبريه، لانه عنده ارتباطات معناها ماك تعرف كان السيد وزير عدل وعنده علاقات وعنده ينجم يعمل له بيرتورباسيون معناها وكل شيء، يا سيدي اللي باش يهشمني يعمل لي بيرتورباسيون حطه معناها تقول هذه نجم تكون مؤقتا لا سي جوست بور بليزونتي وقتها قلتها، لكن
لكن ما دام هاش نقولوا تو باش يتاكد المسؤول ذيك لبنه بالنسبه للرئيس هامه وهامه جدا في اطار معناها للمضي قدما في تركيز المسار نتاعو. لكن اذا كان ما يظهر حتى شيء تو كل الملفات معناها خاويه معناها ما فيها حتى شيء وتهم واهيه وكل شيء علاش مش يقعدوا معناها فهمت وهذه اكيد باش تنعكس على رئيس يا اما حاجه من الاثنين حاجه من الاثنين جوستومون خاطر في الحاله ذي نتاع يا اما مش تثبت الإدانات وكل طرف يتحمل مسؤوليته كما نقولوا في إطار معناها قضاء عادل ومستقل. وهون رئيس الجمهورية باش ياخذ الحق في الكلام اللي يقول فيه وزاد كيف نحكيه على الشعبية نتاعه تزيد ترتفع أكثر وإلا الفرضية الثانية الفرضية الثانية إذا كان مش تثبت البراءة نتاعهم معناها ما ثماش قرائن ضدهم مثلا والقضاء مش يلقى روحه معناها في وضع حرج معناها كيفاش انت باش تحكم على الناس معناها ما عندهم حتى قرينه ضدهم ما عندهم حتى واحد يوليو معناها البراءه معناها يطلقوا سراحهم وهذا باش يكون زاد عنده تبعات هذا ما يكون بعد مجلس النواب هذايا يا اما بيان ولا فما حاجه مش تاقع في اطار هالايقافات هذيا والواحد بعد تركيز مجلس النواب من بلا شك فيه فتره والله اعلم الله اعلم خاطر العلم عند ربي الله اعلم. شكرا ليك سي فتحي صغيره. بعد شويه احنا ساده النواب باش يكونوا حاضرين معنا خليكم في الاستماع عدد من نواب ولايه القيروان للحديث معاهم قبيل ايام فقط على تركيز مجلس نواب الشعب على الاولويات على متابعتهم للاوضاع والمستجدات في البلاد. تحيه ليك سي فتحي صغيره. تحيه ليك نجله. شكرا هاني على زابينغ. بعد شويه اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان.